الثالث من محرم الحرام عام 61 هجري. في مثل هذا اليوم بعث الإمام الحسين عليه السلام قيس بن مسهر الصيداوي رحمه الله برسالة إلى أعيان الكوفة، فوقع بيد الشرطة ونال الشهادة. وفي مثل هذا اليوم وصل عمر بن سعد لعنه الله كربلاء في 9000 مقاتل، وأقام المعسكر قدام خيام الإمام عليه السلام.